يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، مستمرين معاكم ومع ابطالنا من قصار القامه. وكلمه ابطالنا على فكره لا هي مبالغه ولا هي مجامله، هم فعلا ابطال بالمعنى الحرفي للكلمه، سواء على الصعيد الشخصي والانساني او كمان على الصعيد الرياضي. هيكون معانا في الفقره دي ومنورنا ابطال في العاب القوه، معانا حسناء ابراهيم لاعبه رمي الرمح ومحمد عبد العال لاعب وثب طويل. صباح الفل عليكم، منورين الدنيا. اهلا وسهلا. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. نبتدي بقى مع حسناء الاول بعد اذنك. حسناء، يعني فكره ان انت تتجهي لرياضه زي رمي الرمح يمكن مش من الرياضات اللي بتيجي في اذهان ناس كتيره ما بيحبوا يلعبوا اي رياضه بشكل احترافي، ليه اخترتي رمي الرمح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخترت الرمح، انا كنت الاول بتمرن رفع اثقال فسبتها، فقلت بدل ما اقعد وكده اتجه لحاجه ثانيه. مبدئيا سبتيها؟ سبتها يعني اتمرنت شويه وكده، حسيت ان انا اتخطبت يعني فتره وكده فسبتها. قلت بقى ولا هو اللي خطيبك اللي خاف على نفسه؟ لا لا، خطيبها يا محمد اللي خاف على نفسه. كده تقدر تستنتج الموضوع. المهم واتجهتي للرمي؟ اتجهت بقى للجله والرمح. اوكي. بس جبت اول في اول بطوله وتاني في الجلة والرمح تاني بطولة. البطولات دي يعني محلية؟ بطولات في مصر محلية يعني. ان شاء الله. انت عموما بتلعبي رمي رمح في اي نادي؟ في نادي طنطا السلام طنطا. اوكي. مخيمة في طنطا على طول؟ لا انا من منوفية، بس بسافر عشان اتمرن عشان ما عندناش مدرب في المكان بتاعي. بتسافري كم مرة بقى في الاسبوع؟ اربع خمس مرات، والجيم بتاعي برضو في طنطا، بنزل الجيم بتاعي برضو في طنطا. معقولة؟ والله. ما هو دي عندي مشكلة جدا يعني. أكيد. كل ما أتكلم ونقول يقولوا ما فيش، مش عارفة إيه كده، أعملوا فريق عشان نجيب لكم مدرب وكده يعني. لا يعني أنا ما عنديش ذرة شك إن في حال لو حد من وزارة الشباب والرياضة، الناس المحترمين اللي هناك، يسمع كلمتين دول. هو المكان موجود كل حاجة. بس هو من مشكلة المدرب يعني. ما فيش مدرب. لا إن شاء الله تكون محلولة عن قريب بإذن الله، ما تضطريش تسافري المشوار ده كله. طبعا. وبنزل الجيم بقى كابتن أحمد الهواري هو اللي بيمرني، وكابتن رامي. الحمد لله هم معايا كويسين جدا، وبعمل حاجة كويسة إن شاء الله. وبلعب، سجلت برضو تنس طاولة إن شاء الله. بس لسه ما فيش بطوله جت يعني. طب في رمي الرمح انت يعني في كام لاعيبه غيرك؟ لا كتير. والله كتير جدا. اوكي. كتير جدا يعني مننا يعني. حلو جميل. طيب نروح بقى لفرع ثاني من فروع العاب القوه، والوثب الطويل، صح كده؟ ده تخصصك يا محمد. وبرده اخترت الوثب الطويل بناء على ايه؟ والله انا جربت قبل كده رمي الجله وجربت الرمح برده، بس ما نجحتش يعني. لان انا برضه اول مره اشارك بطوله رسميه بجد، يعني هي بطوله الجمهوريه دي، فقلت اجرب الوثب الطويل لان دي اول مره العبها بصراحه. فالحمد لله يعني جت معايا وحققت الذهبيه، فعشان كده انا يعني ان شاء الله ناوي ان انا اكمل فيها واتمرن عليها جامد يعني ان شاء الله، واحقق مراكز حلوه باذن الله ان شاء الله. وبرضه بتتمرن او بتلعب في اي نادي يا محمد؟ انا دلوقتي بلعب باسم نادي فرسان الاراده باوسيم الجيزه. اوكي. بس ما تهيأليش بقى ان انت عندك نفس المشكله اللي عند حسناء. لا. يعني الدنيا لا. في الملموم بالنسبه لك يعني. لا، هو مشكلتي انا بس في المواصلات بس. لان انا من اسيوط، فاهم؟ ف اجدع ناس. صعوبه، ربنا يخليك يا رب. فصعوبه بس في المواصلات، ان انا مسافه يعني كبيره وكده، وماليش سكن هنا، بحضر التمرين واروح على طول يعني. على فكره كويس ان احنا نعرف برضو المشاكل اللي بتواجهكم ايه، عشان الاشخاص المعنيين، وهم الحقيقه كلهم ناس محترمين ومهتمين جدا يعني بان الشعب كله الحقيقه يمارس الرياضه، ولا سيما طبعا اكيد يعني فئه قصار القامه. طلباتك ايه؟ مشاكلك ايه؟ غير التفصيله اللي احنا اتكلمنا فيها، شايفه ان الرياضه دي عشان تاخد حقها بالنسبه لقصار القامه تطلبي ايه من الوزاره، وزاره الشباب والرياضه مثلا؟ نفسنا يتعمل لنا اتحاد عشان نتشهر ونبان في وسط المجتمع، ويكون لنا اتحاد اهم حاجه. لازم. انتوا دلوقتي مش بتلعبوا تحت مظله اتحاد حتى العاب القوه، ولا مش تابعين ليه؟ لا، تبع برضو العاب القوه، ما فيش اتحاد. كلنا يعني عايزين، لازم يتعمل لنا اتحاد. اوكي. وانت يا محمد ايه برضه شايف ان ايه تاني مشاكل؟ انا شايف ان اتمنى بس اللي هو احنا في الاتحاد الاقزام شغال دلوقتي، شغالين فيه والكلام ده، بس مستنيين بس ان هو يتشهر وكده. الاتحاد بقى لو اتشهر باذن الله رب العالمين يعني خلاص هيوفر لنا كل حاجه، انتقالات بقى، يسهلوا لي كل حاجه، يعملوا لي سكن، مش ما اضطرش ان انا اسافر وارجع تاني في نفس الوقت. لا طبعا.
اقيم هنا في القاهره طبعا، ويهتموا بيا ويوفروا لنا البطولات بتاعتنا اللي هو تلعب انت بينك حافز بقى ان انت تتحقق حاجات وتشرف مصر يعني بره مصر وجوه مصر. هو ان جيت للحق ابو حميد واحقاقا للحق يعني انا هقول لك وجهه نظر ورؤيه شخصيه وبيتهيألي في كتير من الناس ممكن يتفقوا معايا فيها، انتوا مش مستنيين حافز لان انتوا من غير حاجه بسم الله ما شاء الله أكيد. اراده تحسدوا عليها، هل انتوا مدركين الحكايه دي بالمناسبه يا حسناء؟ انت واخده بالك ان انت بطلة فعلا؟ ونفس السؤال هسأله بعد كده محمد، انت مدرك الى اي درجة انت بطل وبتتحدى حاجات ملايين غيرك ما يقدروش على فكرة يعني يتفوقوا فيها زي ما انت تفوقت، او ما يقدروش ينتصروا عليها زي ما انت انتصرت انت وحسناء؟ مدركة ده حسناء واخدة بالك؟ طبعا ده وفرق شاسع جدا اما لعبت رياضة كمان، يعني حسيت بفرق جامد جدا. ايه اللي استجد عليك؟ الاول بقى ما كنتش بخرج، كنت قاعدة في العريش طبعا، فجينا قعدنا في المنوفية وكده، فما كنتش بخرج خالص، فما جيت المجتمع هنا حسيت بقى نظرات الناس وبيبصوا لنا وكده، فما دخلت مجال الرياضة بقى كله رايح وجاي يقول كابتن حسناء كابتن حسناء، فهو ده اداني تقوى اكتر، فاهم ازاي؟ حتى في يعني ما كنتش بشتغل دلوقتي بشتغل، ادتني برضو حاجه عظيمه جدا يعني. حلو قوي اللي انت بتقوليه. والمشكله بس اللي هي بس بتاع النادي، ان انا بروح وبسافر وبرجع تاني على الشغل على طول، يعني حاجه يعني مشكله. يعني انت بسم الله ما شاء الله عامله البطولات دي كلها وانت عشان تروحي الجيم بس وتتمرني ناهيكي عن البطولات، يعني بتضطري تسافري 3-4 مرات في الاسبوع، امال لو انت ما عندكيش المشكله دي كنت هتعملي ايه؟ يعني كان زمان البطولات اكتر من كده بكتير طبعا. بالمناسبه اصعب بطوله شاركتي فيها او اغلى ميداليه حققتيها او اغلى انتصار بالنسبه لك كان ايه؟ بتاعت السنه اللي فاتت جبت فيها ذهب الحمد لله. وكانت صعبه ليه؟ المنافسين كانوا اقوياء. يعني الحمد لله، كنت بقى اول مره ادخل كانت صعبه بالنسبه لي، بس الحمد لله ربنا وقف معايا والناس وقفت معايا واهلي وقفوا معايا، فهو ده اللي اداني تشجيع اكتر. جميل. الحمد لله. وانت يا ابو حميد ايه اللي استجد عليك برضو بعد ما ابتديت تلعب رياضه بقى بشكل احترافي؟ لا انا لما اتجهت للرياضه يعني حسيت ان انا عندي كتير يعني فاهم، بالنسبه طبعا ان انا الاول كنت قافل على نفسي في البيت ما كنتش بطلع بخرج بعيد عن المحافظه بتاعتي، بس الحمد لله يعني قابلت يعني في الجامعه بتاعتي رئيس رعايه الشباب، ده خاص ببطولات زوجات الخاصه والكلام ده كله، واتجهت معاه بصراحه الله يبارك له، يعني هو اللي عمل مني كده تمام، هو اللي قال لي لا عيش حياتك انت عندك كتير، انت ممكن توصل حاجه كبيره ما تقفلش على نفسك، فالحمد لله رب العالمين خدت بكلامه يعني، فالحمد لله لقيت ان انا عندي كتير واتجهت للرياضه بجد، بس انا برضو المشكله عندي في الدراسه دلوقتي لان انا ما شاركتش في الرياضه كتير بالنسبه للدراسه بتاعتي. انت دراستك ايه بتدرس؟ انا بدرس في الفرقه الرابعه كليه اصول الدين جامعه الازهر اسيوط. جميل جميل. فطبعا الدراسه بتاعتي بس اللي هي تعبانه شويه منشغل بيها، اما باذن الله يعني لما اخلص الدراسه خلاص هتجه للرياضه بقى ان شاء الله واعمل حاجات اكتر من كده باذن الله. انا خدت بالي ان يعني في كلمه اتكررت سواء منك او من حسناء، واحنا شخصيا انا ونهاوند سمعناها قبل كده لما اتشرفنا بوجود مجموعه برضو من ابطالنا في التصارق القامه، فكره ان انا في الاول كنت منطوي وقافل على نفسي وما بخرجش. بالمناسبه برضو هل انتوا واخدين بالكم او مدركين ان النظرات اللي انتوا كنتوا بتهربوا عشانها او بتهربوا منها اصحاب النظرات دي هم اللي عندهم مشاكل وهم اللي عندهم اعاقه مش العكس؟ هل انتوا واخدين بالكم من الحكايه دي ان اللي يبص لك بصه فيها اندهاش اضعف الايمان المشكله عنده هو على فكره مش عندك انت؟ اكيد طبعا. مدرك ده انت يا محمد؟ اكيد طبعا اكيد مدرك ده، لان انا شايف ان هو ده ما يعملش كده غير اللي مريض عقلي مش كده برضه؟ بس طبعا، لان هو لو بص لها للصح هيعرف ان احنا ممكن نكون احسن منه، انت فاهمني؟ طبعا انا فاهم جدا وحاسس جدا ومقتنع عشان كده احنا بس بصراحه يعني احنا كنا بنحط الكلام ده في دماغنا احنا صغيرين فاهمني، فكان الخوف بقى نظره الناس لينا ما كانتش كويسه برضه، لكن اتجاهك للرياضه الناس دلوقتي يا كابتن يا كابتن لقبين دلوقتي في نسر الصعيد. الله الله لقبين نسر الصعيد والكلام ده، فالحمد لله النظره اختلفت شويه، ولسه كمان وكمان يعني طموحاتك برضه وارقامك اللي هتحققها تعلم يا اخي. الصعيد دي منطقه عجيبه جدا من مصر، طول عمرها من قديم الازل مصنع للابطال اكيد طبعا، وكل رجاله الصعيد وستاتها بالمناسبه يعني مش هزار، مفيش حاجة بتقف قصادهم، يعني لما بيحطوا حاجة في دماغهم اللهم صل على النبي. أكيد. حاجة في الجينات ولا إيه الموضوع ده؟ لا هما بس إحنا بناخد الأمور بجد يعني. أوكي. يعني طموحاتنا كبيرة يعني ما بنهزرش. طب أنت طموحك واصل لفين يا أبو حميد؟ بتحلم بإيه؟ بتفكر في إيه؟ نفسك
تشوف نفسك في وضع عامل ازاي؟ بص انا هوايتي كره القدم، انا دلوقتي بلعب في منتخب القاهره لكره القدم قصر القامة. الله، الى جانب الوثب الطويل. طبعا ما شاء الله طبعا عليك. دي الحاجه الاولى يعني الوثب الطويل دي لعب القوة يعني رقم 2. أوكي. فانا ان شاء الله يعني نفسي، انا طول عمري بحب كره القدم يعني ومستواي حلو فيها الحمد لله رب العالمين، فمستني ربنا يكرمني يعني ان شاء الله بنجمه بحاجه حلوه امثل بلدي واشرف اهلي. اما على مستوى العاب القوة بقى نفسي باذن الله رب العالمين هتحول من بطل جمهوريه لبطل عالم باذن الله رب العالمين. طب وبتشتغل على ده ولا قاعد بتحلم وخلاص؟ والله بص انا لسه اول بطوله شارك فيها رسميه اول ميداليه احققها الذهبيه دي. ما شاء الله، يعني انت اول مشاركه رسميه ليك؟ اول مشاركه رسميه بطوله جمهوريه الحمد لله. انا لعبت لعبتين، لعبت دفع الجله بس يعني حققت مركز رابع. اوكي. اما لعبت الوثب الطويل الحمد لله يعني جت معايا وحققت اول، الحمد لله ذهبي. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. انا بشكركم شكرا جزيلا، انتم شرفتونا ونورتونا وبحييكم والله وحقيقي يعني انتم نموذج، مش كلام بيتقال مجاملات على فكره، والله ربنا يعلم الكلام طالع من القلب فعلا. انتم ابطال بالمعنى الحرفي للكلمه، وكل تمنياتنا ليكم بكل النجاح وكل التوفيق اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك، نورتونا. استاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ثم عوده لاستكمال فقرات 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.